اهلا وسهلا بكم متابعي القنوات الرياضيه السعوديه، طاب مساءكم بكل خير، ارحب بكم متابعينا من خلال ليله جديده من ليالي الديوانيه لمناقشه كل الاخبار والاحداث الرياضيه. اسعد بكم وبرفقه ضيوفي في هذا المساء. اليوم يتواجد معنا شركاء النجاح لبرنامج الديوانيه، نرحب ب الدكتور خليفة الملحم، الأستاذ سعد المهدي، الأستاذ عبد الغني الشريف، الأستاذ مشعل وعيل، والأستاذ عايد العليوي، وأيضا الكابتن ومدربنا الوطني القدير عبد الله الكلثة. مساكم الله بخير جميعا. الله يا مرحبا، حياكم الله. اليوم عندنا الحديث عن مباريات الجولة 28 من دوري روشن للمحترفين والمنعطف الأخير لهذا الدوري في هذا الموسم الحالي. بدأنا الآن ندخل أو دخلنا إلى الجزء الأخير والمنافسة المحتدمة في الجولات الأخيرة. تبقى 6 جولات ستتبين من خلالها الكثير من معالم هذا الدوري. مباراة اليوم التعاون والخليج انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف وحيد لكلا الفريقين. نتابع الهدفين ثم نعود. ومع الأسف واقبلوها مني في كرة القدم، أنتم لا تتواجدون أبدا. الله على التمريرات، على النقلات، على التعاون الذي يصل، على التعاون الذي يصل. نعم، الذئاب تكشر عن الأنياب، تكشر عن الأنياب. يا خالد ناري، هل من صناعة هدف آخر هذا الموسم؟ العرضية من خالد، الرأسية الرأسية الرأسية، إنها في شباكك يا التعاون، حتى وإن كانت من أحد لاعبيك، حتى وإن كانت من أحد لاعبيك. كانت هذه مباراة التعاون والخليج اللي انتهت بالتعادل بين الفريقين 1-1. عندنا أيضا في انتظار نهاية المباراتين المتبقيتين في هذا اليوم، الفتح لا زال متقدم على الرائد ب3 أهداف مقابل هدف وحيد، والشباب حتى الدقائق الأخيرة يقصوا على أبها ب5 أهداف حتى دون مقابل. انتهت مباراة الشباب وأبها بفوز الشباب 5 أهداف مقابل لا شيء، وأيضا عندنا الفتح تغلب على الرائد ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. إن شاء الله راح نتكلم عن جميع هذه المباريات ونستعرضها وأيضا نشاهد أهدافها ونناقشها مع ضيوفنا. نبدأ الحديث عن مباراة التعاون والخليج. عبد الغني الشريف، خلينا نبدأ من عندك أبو أحمد. يعني أنا تعمدت أني أنا أذكر المنعطف الأخير من الدوري روشن في هذا الموسم، لأن الآن أصبحت النتائج أعتقد أنها يعني بالنسبة لجميع الفرق أكثر من 3 نقاط للأمانة. الفوز بالنسبة لهم يعني الشيء الكثير، لكن تأتي نتيجة مثل التعاون والخليج ويأتي التعادل، يعني لا يتغير شيء، علما أن التعاون تقدم المركز الرابع يعني مؤقتا، يعني الاتحاد الآن يأتي خامسا بعد بفرق نقطة. أعتقد شوف التعاون الموسم هذا كان ماشي يعني على الأقل بإيجابه أندية الصندوق الأربعة، أي بيحاول أنه يكون ليه مكان متقدم، أي لكن في بعض المباريات السهلة اللي كان بيفرط فيها بسهولة جدا. شاموسكا ما نقدر نلومه، لأنه برضو الخيارات اللي عنده أحيانا يعني على المستوى المحلي هو بيحاول أنه يقدم أسماء جديدة وأسماء شابة. وشوف التعاون يمكن أكثر نادي كل موسم بيغادر منه 2-3، صحيح. يعني حتى فقد بعض الأسماء الهجومية الجيدة، فمع ذلك هو بيحاول أنه يبني شيء. يعني على الأقل أنا أشوف أنه التعاون بيحاول أنه يتمسك حتى لو يكون في المركز الخامس، يعتبر عمل جيد أنك تنهي الموسم في ظل أنك أنت يعني ما عندك القدرة الموجودة في بعض الأندية الأخرى زي الاتفاق والشباب. أنا أتكلم يعني كأسماء، يعني الاتفاق والشباب عندهم أسماء أكثر أفضل من مثلا من التعاون. شوف أبو أحمد، مسألة أنك تزاحم الكبار صراحة وتزاحم أندية اللي استحوذ عليها الصندوق، للأمانة يعني هذا عمل رائع ويستحق صراحة التقدير. أنا بقول لك يعني يستحق الشكر، يعني أنت حتى لما راح عندك مدران برضو لاعب كان حلقة وصل مهمة جدا، ومع ذلك أنا أعتقد أنه يعني قدم العييري، قدم أسماء شابة جيدة جدا. أروح للخليج، أنا أعتبره الحصان الأسود التالي بعد ضمك.
صراحة يعني بدرو مدرب يعني من أجمل المدربين، مدرب تكتيكي يعني بصراحة. عندهم المهاجم خالد ناري أنا ما أتوقع حيستمر في موجود في الخليج، لاعب هداف يعني مثل ما نقول نكودو في ضمك، خالد ناري في سكالة في الفيحاء، هذول الأسماء ما حيستمروا في أنديتهم، حيكونوا يتنقلوا لأنهم حتى بينافسوا على الهدافين. فأعتقد الخليج وصل للشيء اللي يبغاه، أنه وصل إلى منطقة الأمان، وصل إلى منطقة أنه يكون موجود في منطقة دافئة من أفضل الفرق. يعني حتى خسر مع الهلال 4 ومع ذلك اليوم قدم مباراة كبيرة جدا. فأعتقد أنه لازم نشكر يعني مثل إدارة الخليج أنها تمسكت بالمدرب بدرو وأعطته الأدوات الجيدة، واستقطبت بعض الأسماء الجيدة، وعندهم لاعبين ويقدموا من أفضل الفرق اللي تلعب كرة قدم. أنا أعتبرها مباراة نتيجة عادلة في ظل الأداء التكتيكي اللي عنده الفريق. لكن التعاون فرط صراحة، كان أحوج للفوز أكيد. وأقدر على المنافسة حتى على الترتيب الثالث. نعم. يعني مش بالضرورة يعني صح، لو وصل إذا فرضت عليه النتائج النصير الخامس أيضا مركز جيد، لكن ما زال عنده كانت فرصة بالذات لو فاز اليوم حتى يتقدم إلى المركز الترتيب الثالث أو إلى الرابع على أقل تقدير. ترى المباراة يعني تابعناها اليوم كان فيها أحداث كثيرة، يعني كان فيها إلغاء هدف أو هدفين، وكان فيها بعض الحالات المثيرة، حتى التعاون يعني بالفعل يعني تحققت له فرص كان أقرب للفوز. المباراة جيدة من الطرفين، بس أنا أقول النتيجة النهائية كانت يعني بتخدم التعاون في حال الفوز، يعني حاجة التعاون أكثر من الوافي يعني أكثر من الخليج، لكن الخليج أيضا أداء جيد اليوم. والفريقين كلهم صراحة يعني يلعبون باستمتاع. نعم. فالخليج يعني اعتقد انه على حق يعني انه يعني يلعب بهدوء وبعدم تسرع ولا يعني بحث عن مغامرات لاحراز نتيجه، لان ترتيب حقه يعني ما راح يتغير بشكل يعني 11 هو الان يعني في مركز 11 هو 12 11 10 9 زي بعض، لكن هو فقط التعاون هو اللي كان عنده فرصه التقدم الى الثالث او الرابع. صحيح صحيح. عبد الله، مثل هذه النتيجه في هذا التوقيت بالذات تخدم الفريقين أو لا تقدم شيء؟ أنا أشوف أنها زي ما قال الأستاذ سعد، بالنسبة للتعاون كان عنده فرصة أنه يكون في 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 مراكز متقدمة، خصوصا لما يكون مثلا يلاحق الأهلي في المركز الثالث أو حتى الاتحاد يكون وضعه ممتاز. وهذه الأهداف اللي أنا أشوف أن التعاون يعمل عليها من سنوات. أي. البقاء ما بين الثالث الرابع الخامس، هذه مراكز بالنسبة له. شفنا قبل كم سنة تقريبا نافس على كأس السوبر، أخذ كأس الملك. يعني التعاون دائما هذه أهدافه، وهذه الصورة اللي دائما يعمل عليها التعاون. لكن أنا بالنسبة لي وجود فريق مثل التعاون أنا أسميه نكهة الدوري. دائما كل المباريات اللي يكون فيها طرف التعاون نتيجتها غير متوقعة. فريق عنده اختيارات ممتازة، يعمل بهدوء، يعمل بصمت، دائما عنده عمل فني يعني متوازن بشكل كبير جدا. صحيح أنه أنا أشوف أن الموسم هذا كان بإمكانه يكون أفضل صراحة من المواسم السابقة، كان عنده فرصة أنه يكون في مراكز أعلى وينافس بشكل ممتاز، لكن في مباريات فرط فيها. يعني زي اليوم أنا أعتقد أنه صحيح أن الخليج فريق قوي، وأشوف أنه تغيرت سياسة الخليج أنه يكون عنده عمل كبير جدا مع بيدرو. أنا أشوف بيدرو قاعد يصنع من الخليج فريق أفضل، فريق عنده رؤية فنية واضحة، عنده منهجية واضحة، اليوم في مراكز أعتقد أنها الأفضل على مستوى تاريخ الخليج في دوري المحترفين، وأشوف أنهم قاعدين يعملون بشكل ممتاز. أصلاً وصوله حتى لدور الأربعة في كأس خادم الحرمين الشريفين أنا أشوف أنه برضو يعتبر بالنسبة لي أنا فريق يعني أنا أعتبر أنه إنجاز، ويجب أن يواصل الخليج على نفس المنهجية أو حتى أفضل. نعم. لكن بالنسبة لي أنا أشوف أنه التعاون هو النكهة الحقيقية أنا أشوف للدوري، وقاعد يضيف يعني صورة ممتازة. مباريات الهلال والتعاون يعني تكون قوية، النصر والتعاون، الشباب والتعاون، دائما عنده حظوة دائما على الفرق الكبيرة. لكن زي ما قلت أبو نواف، أنا أشوف أن التعاون اليوم كان قادر على الأقل أنه يظفر بنقاط المباراة. نعم. ويصعب شوي على الأهلي والاتحاد المراكز الثالث والرابع. طيب نروح نشوف المباراة الثانية. اليوم الشباب فاز على أبها بخماسية نظيفة، نتابع الأهداف. والتمريرة للجوير، تحرك رائع ومحاولة مرور وتقدم وكرة، يا سلام يا سلام
يا سلام على لقطة، يا سلام على كرة الهدف الأول. جهة اللعب اليمنى السعدي يمرر محاولة خطيرة وفرصة للسعدي، والكرة لديالو، الكنترول وديالو، ديالو ديالو ديالو، الكرة أرادت أن يسجل ديالو، الكرة أرادت أن يسجل ديالو، سجل السنغالي طيبة، والكرة أمرت عند اليامي، ما زالت شبابية وخطيرة لكراسكو، هدف ثالث، هدف ثالث للشباب، هدف ثالث للشباب، يتقدم الشباب، وانطلاقة سريعة من اليامي وفرصة للشباب، وكرة للرابع، أربعة، صارت أربعة شبابية، أربعة شبابية، كارلوس جونيور حط الرابع، حط الرابع، هبري بينية والخامس الآن، الخامس الآن، كراسكو، خمسة، 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 خمسة. ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لليث الشبابي، خمسة أهداف نظيفة في مرمى أبها. دكتور، أمس أنت كنت متوقع فوز الشباب وبشكل يعني مريح جدا. كل النتائج اللي أنا تقريبا توقعتها صارت. أبها صار يستقبل الأهداف بالجملة في الجولات الأخيرة، استقبل خمسة أهداف من الأهلي، خمسة من الشباب، ثمانية من ثمانية من الهلال من النصر، وسبعة ثمانية من النصر، سبعة من الهلال. في مرمى الآن 74 هدف، أضعف دفاع في الدوري. كيف 74 هدف في مرمى؟ أي ينافس الفرق المقدمة اللي مسجل أهداف كثير، فأعتقد يبدو لي أضعف دفاع ممكن مرة على تاريخ الدوري ولا لا؟ أعتقد إنه كأنه جالس يستسلم أبها يعني، وبيريح الفرق اللي جنبه يعني. يعني الحزم تقريبا مستسلم الآن، تقريبا أبها على وشك يرفع الراية. أعتقد ست مباريات حتكون صعبة عليه، صحيح، بالذات أنه بعض الفرق اللي مثلا الخدود اللي احنا نقول ما عنده ذيك الخبرة في الدوري، أيه، مبارياته أسهل، وحتى حيلعب اعتقد مع الخدود في ملعب عند الطائي او الرياض يعني، هذول اللي بيصير ثالث الثلاثه. الخدود امس اقالوا مدربهم كمان، اي الخدود امس، أي بس مبارياتهم مقارنه بالفرق اللي حولهم حتى وهم مهددين افضل شوي. قبل هذه كنت طيب دكتور، الشباب بالنسبه للشباب، هذا الشباب معظم الفرق اللي اذا ارتاحت من مشكله قربها من مسألة الهبوط تلاقي تبتدي تلعب براحة. اليوم الشباب جالس يلعب بهدوء، ما عليه أي ضغوطات، سجل خمسة أهداف وأضاع يعني قبل ما يسجل الهدف الأول أضاع أهداف كثيرة، برغم أن أبها حاول في الشوط الأول أضاع فرصة وفرصتين، لكن شكل أبها ما هو جيد، فتغلب الشباب بخماسية مع الرأفة، وأعتقد الشباب جالس شوي شوي يبني للموسم القادم. الأبها الآن يعني تراجع المركز الخامس عشر، يبدو أن جولة بعد جولة يعني ينزل درجة، ينزل مرتبة، ها؟ كل ما ليسوا. أي وال تفرق مع الفرق الثانية مباريات يعني، لو الطايد فاز والرياض فاز والخدود فاز، خلاص أعتقد أنه أبها والحزم حيسلم. الشباب الآن تقدم إلى مركز التاسع 35 نقطة، يعني أعتقد أن الشباب يمكن حتى تحسنت نتائجها في الفترة الأخيرة معنويا. أيوة، الفرق اللي فوق الثلاثين كلها بدأت تلعب أريحية، حتى شفنا اليوم الخليج والتعاون على أنه فريق أفضل، لكنه يبدو أنه أنا قلتها من كم سنة، التعاون كان يحتاج ينظر لفوق أعلى شوي، بعد ما حقق الكاس نافس على السوبر، المفروض أنه يستمر، سواء أنه يركز على البطولات القصيرة المدى أو أنه ينظر للأمام، أي يكون أكثر من أنه يكون في المركز الخامس. وإن كان السنة هذه إذا جاء في المركز بعد الفرق اللي استحوذ عليها الصندوق يعتبر شيء جيد بالنسبة له. كانت الفرصة دكتور متاحة لو لم يكن التغيير هذا الجديد اللي حدث في الدوري، الاستقطابات الجديدة هذه بتصعب عليه،
إنما كان كلامك ممكن. في محله لو استمرت الأمور كما هي يعني كانت تكون فرصته أفضل يعني. والخليج شيء الخليج الآن واضح أن تفكيره في مباراة الكاس وإحنا نقول دائما عندنا دائما تصير هذه في السنوات الأخيرة الفريقين اللي بيلعبون في الكاس في نصف النهائي تكون عندهم مباراة قبلها. الخليج بيلعب مع النصر الأسبوع القادم في الدمام بعدها بثلاث أيام بيلعبون الكاس. فأعتقد تفكير بدرو الآن في مباراة الكاس وقاعد يقدم لنا شيء أنه أنا فريق ثابت نعم. فريق ما راح أكون خصم سهل. في كثير من الجماهير تتكلم مين حيكون في النهاية. لا الخليج لا ما يجب أن الواحد يعتقد أنه حيكون مر سهل. لا حيكون مباراة صعبة طبعا الأفضلية للنصر أكيد لكن الخليج قاعد يورينا مباراة أنه فريق ثابت جميل. يلعب منهجية جيدة. اليوم تعادل مع التعاون من الفرق الجيدة وعنده مباراة مع النصر الدوري بعدين نعم. هنشوف ايش ممكن يقدر يسوي. طيب مشعل وعيل الشباب اليوم فوز مريح بالنسبة له 5 نعم. أهداف 3 نقاط مهمة يعني على الأقل المحافظة على مستوى الأمان صحيح. بالنسبة للشباب في هذا الموسم. طبعا مبارك في البداية لنادي الشباب هذا الانتصار الفوز العريض أعتقد هو انتصار معنوي في المقام الأول. لا أعتقد أنه هناك ثمة نقاط تعني للشباب. أعتقد الشباب الآن في مرحلة آمنة. الشباب هذا الموسم وتحديدا منذ الفترة الشتوية هو يعيد صياغة ذاته للموسم القادم وكأنه يمر الآن بمرحلة مخاض ومرحلة معسكر مبكر إعدادا للموسم المقبل. أي نعم كانت الجماهير الشبابية تمني النفس أن تكون الفترة الشتوية هناك تحولات ولكن تقريبا كانت بعض التطعيمات البسيطة التي لم تغير من شكل الشباب. أعتقد أن الشباب شيئا فشيئا بدأ يتجاوز حالة التمزق التي حدثت في الشأن الشبابي أو في البيت الشبابي في بداية الموسم. أعتقد أنه الآن الإدارة مستقرة. مفترض على الإدارة الآن درست كافة احتياجات الفريق بشكل جيد حتى اللاعبين المحليين. أعتقد أن الفريق الشبابي يحتاج إلى تطعيمات جدا ممتازة في العنصر المحلي مع جل احترامي لمعظم اللاعبين المحليين. لا يمكن حقيقة أن يكونوا مداد للشباب في السنوات القادمة أو يكونوا عنصر منافسة للفريق الشبابي. أيضا العنصر الأجنبي يعتبر يعني حقيقة حلقة ضعف في الفريق الشبابي باستثناء اسم أو اثنين. لذا أنا أعتقد الشباب يمكن من الأندية اللي بدأت من اللحظة البدء في إعدادها للموسم المقبل. مهم جدا أن تكون الإدارة الشبابية قد أعدت العدة. الجماهير الشبابية متعطشة كثيرا للعودة على أقل تقدير في المقام الأول إلى صلب المنافسات. الفريق الشبابي مهم جدا أن يعود للبطولات حتى وإن كانت من البطولات النفس القصير خصوصا أنه أندية الفيصلي التعاون في السنوات الماضية نجحت في الحصول على بطولات الكاس وبالتالي نعم الفيحة وبالتالي فريق الشبابي يعني مطالب حقيقة بالعودة إلى مشهد البطولات مشهد المنافسة. ما يحدث في الشباب خلال هذا الموسم لا يرضي أحد حقيقة. الشبابين وغير الشبابين اعتدنا من الشباب أن يكون ضلع ثابت في المنافسة حتى وإن غاب عن تحقيق البطولات. هذه نقطة مهمة مشعل. يعني إحنا للأمانة كمحبين ومتذوقين للمنافسات وتحديدا المنافسات في الدوري الشباب له نكهة خاصة إذا كان موجود أو حاضر في الواجهة. غيابه عن الواجهة أو عن المقدمة أو المنافسة على البطولة يأثر بشكل يعني مباشر أو غير مباشر على مستوى الدوري أو على المشهد الرياضي صحيح. ككل صحيح. يعني أتفق تماما فيما ذهبت إليه أبو نواف. يمكن الشباب والاتفاق حتى هم مربوطين بجزء من ذاكرتنا الرياضية. يعني عملية صحيح. تراجعهم صحيح. وبعدهم عن تحقيق الألقاب فعلا يؤثر على مستوى الكرة السعودية بشكل عام. يعني نعرف أن الشباب لما كان في التسعينات بمستوى مميز وحينما حقق الثلاثية كان يمد المنتخب بعناصر هامة في كأس العالم 94 وأتبعها بكأس آسيا. أيضا الشباب لما يعني حل بجيل جديد جيل أبناء عطيف وناصر الشمراني والمجموعة هذه أيضا كانوا مداد مهم للمنتخب السعودي. لذا عودة الشباب حقيقة هي مطلب قد تكون لغير الشبابين قبل الشبابين ولمصلحة الكرة السعودية أن يكون الشباب في صلب المنافسة. لا أتحدث عن تحقيق البطولات ولكن أتحدث عن فريق لابد أن يكون في معادلة تحقيق البطولات. نعم. طيب نشوف المباراة الثالثة اليوم في افتتاح منافسات الجولة 28 الفتح تغلب على الرائد بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد. نوعا ما عدت بكرة خطأ محاولة أمام الجول هدف أول الله
المهارة عند هذا اللاعب. مر زيلريان حاول يمر يتقدم من الأول مهارة يو زيلريان تسديدة. يا ولد يا ولد يا ولد يا زيلريان. خالد سبيعي مر لعب كرة على اليمين يتقدم الجيزاني حمد لعب الكرة طويلة جميلة أمام الجول. الله الهداف جوليو تافاريس وضع رأس الهداف. هذا ما كنت أقوله يعني خلاص اقترب القادسية كثيرا. هذه كرة ملعوبة محاولة أمام المرمى نموذجي جول فعل ليلة جانيني الكبيرة. ليلة جانيني هذه هذه ليلة جانيني. ثلاثة أهداف فتحوية في مرمى الرائد هدف وحيد للرائد. عايد العليوي الفتح حتى كنا نتكلم قبل كم يوم يعني انفكت العقدة بالنسبة لها على ملعبها أصبح يحقق الانتصارات يعني أعتقد أنه مر في الفترة الماضية 7 أو 8 مباريات لعب على ملعبه وما فاز. صحيح الفتح أولا يعني نادي كبير ودائما هو أحد الأندية اللي تسبب عقدة يعني للأندية الكبار الأربعة الكبار أيا كان مسماهم. اليوم الفتح فاز بفارق الإمكانيات عن الرائد. الفتح يملك لاعبين أفضل من لاعبين الرائد بكثير سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي. للأمانة 3 أهداف وكان يقدر أنه يسجل أكثر لكن لم يستقل بعض الفرص اللي جاته في المباراة بشكل جيد. نعم جانيني اليوم كان يعني هو نجم المباراة. كان نجم المباراة صحيح لكن فيه القادمين من الخلف أكثر من كرة لم تستقل بشكل جيد. نعم أبو عبد العزيز سجل هدفين وأضاع بلنتي. وأمس تذكرون نتكلم إنه قلت لهم الفتح لا في بعض المباريات الفتح يحب يمخمخ عليها. اليوم دقيقة 6 هدف دقيقة 12 هدف دقيقة 20 أضاع ركلة جزاء وهدف جميل للجانيني الهدف الثالث. أنا عجبني التمريرة تمريرة بوحيمد في الهدف الثالث كانت جميلة جدا. الشيء الغريب أنه بعد الهدف مباشرة تم تغيير بوحيمد يعني صلح الهدف وطلع. بتكلم في جزئية بالنسبة للرائد. تفضل. أنا أشوف أن الرائد عنده حراك جيد جدا على مستوى الدوري يعني من الفرق اللي تعطيك يعطي وضع عنده جماهيرية ممتازة في القصيم لكن كريستال بالاس حقنا إيه لكن أنا أشوف أنه يعني زي هذا الموسم أشوف أنه بنى الفريق من الأمام. أي من اللي يبني من الأمام الفرق الكبيرة الهلال النصر. ليش؟ لأنه يقول كان ولا تسلم بعد إيه ولا تسلم. لكن أنت الرائد إيش هدفك من الدوري؟ البقاء في منطقة آمنة صح ولا لا؟ صحيح. أنا شفت الرائد على مستوى المنظومة ترى ما عنده مشكلة يعني في مباريات يقدمها بشكل ممتاز لكن أنا أعتقد أنه أكثر فريق عنده أخطاء فردية بشكل هائل. لو ترجع الهدف الأول ما أدري كانت يبغى المدافع خايف أن تلمس في يده ما أدري كانت فكرة المدافع أصلا في تعامله مع اللعبة. هذا الخطأ دخل الفريق في متاهة كبيرة أمام فريق صعب أصلا مثل الفتح. فالأخطاء الفردية اللي قاعدة تصير في الرائد وأنا أشوف أنه مثل فرق مثل الرائد لازم يكون عندكم استراتيجيات واضحة. أنا إيش أبغى؟ إيش الهدف الأساسي؟ ليش إحنا نشيد مثلا في السابق أشهدنا في الفيصلي؟ اليوم إحنا نتكلم عن الفتح ونتكلم عن التعاون بشكل كبير. ليه؟ لأنه الاستراتيجيات عندهم واضحة. هذا المركز اللي إحنا نبغى فيه. إذا قدرنا إن إحنا ننافس على كأس ملك نأخذ بطولة سوبر خير وبركة. لكن على مستوى الدوري يعني من الصعب جدا من 2013 إلى الآن الفتح لازال في نفس المناطق الدافع. يقولك والله إن جاني دوري خير وبركة أستغل وضع الهلال أستغل وضع النصر ما ينافسون الأهلي الاتحاد. لكن الرائد أنا أشوف أنه يسير بطريقة يحتاج إلى تعديلها بشكل ممتاز ويكون عنده منهجية واضحة. بالنسبة لي أنا أشوف أنه في خلل كبير جدا على المستوى الدافع. يمكن تعتمد على الشكل وليس على القيمة. نعم
بمعنى أجيب سعيود وأجيب فوزير وأجيب اللجان الطائي شو اسمها هو سعيود مضبوط والبركاوي معهم وبعدين في الأخير تفاريس وكأني أقول يعني أني أنا يعني أخاطب كذا كأنها رسالة لجماهيري أني أنا قاعد أعطي الفريق قيمة كبيرة من حيث النجوم ومن حيث الأسماء ولكن دون أصلا بناء هذا على استراتيجية أصلا من الأول يعني في استراتيجية في البداية سنها وضعها وبعدين أبني عليها العناصر اللي أبغاه تنفذ هذه الاستراتيجية وزي ما تفضلت أني أنا مثلا جزء من الاستراتيجية أنا بالضبط هدفي وين بروح المركز اللي أبغاه وإلى آخره وبعدين الأدوات اللي تؤدي توصل إلى هذا الشيء صحيح. المهاجمين دائما أوكي هم يغرونك صراحة يعني إحنا كلنا كمتابعين ومحبين للكرة يعني دائما الأنديتنا نحب أسماء تجي وبالذات في خط المقدمة واللي الماهرين والموهوبين والهدافين وإلى آخره ولكن اللي يمسك الملف الفني لا المفروض لا يعني لا يعنى بهذه الاشياء بقدر ما يعنى بالضبط انا وش بالضبط اقدر اقدم على مستوى الترتيب في نهايه الدوري يعني. صحيح. طيب بالنسبه لهذه الانديه ابو نواف يعني لما تتكلم عن هذه الانديه اللي موجوده زي قبل شوي عبد الله يقول وش يبغى الرائد يبغى الوصول الى مرحله امنه او مستوى الامان هو طبعا عبد الله يفترض هو هي. يرى ان هذا الصحيح طيب الى متى الى متى عبد الله يعني الى متى انت انا ما اتكلم عن الرائد انا اتكلم عن كل الفرق اللي قبلها واللي بعدها بس هذا طبيعي واللي جالسة تدور في نفس الحلقة فلك ذا نعم أيوة إلى متى كل موسم أنت تحافظ على مستوى الأمان لما يكون عندك طموح أكثر طموح أكبر هي تبدأ أنك تزاحم شوف التعاون ما شاء الله تبارك الله يعني العمل التراكمي يعني حتى يستحق حتى الإعجاب والتقدير والشكر على العمل اللي قاعد يقدمه اليوم نواف على قولت إحنا يعني أنا أشوف من 2018 أيه. بدأنا ندخل في جزء كبير من الاحتراف اللي احنا نتمناه أول شيء صار في تطور كبير جدا في العمل الإداري أول الأندية كانت تتعاقد بناء على علاقات وإنه أنا قاعد أسير وضع الفريق اليوم لا تحسن العمل الإداري بشكل كبير أنا إذا نادي مثل التعاون مثلا أو أبها أو أي نادي إذا أبغى نفس الهلال لازم يكون عندي نفس القيمة المالية اللي يملكها الهلال بغض النظر عن الدعم أو لا الهلال عنده شخصيات تدعمه عنده اليوم شركة مستقلة فيه صعب من الصعب جدا أني أوصل لمرحلة مثل الهلال مثل النصر مثل الاتحاد قاعدة جماهيرية عالية جدا يعني إن كان عندهم طموح زي ما قلت الطموحات تقف في البطولات النفس القصير بعدين هذا اللي يتم أصلا في كل دوريات العالم يعني طبيعي. في مجموعة من الفرق هي دائما ما بين الرابع والرابع عشر وفي مجموعة ما بين الـ13 والهبوط أي كان العمل وبندر يعني كلامك في يعني تساؤلك في محله ولكن في الأشياء اللي ممكن تبنى بناء يعني يعني نقول بناء ما له علاقة في 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 الصرف المالي وما له علاقة في الإرث والتاريخ للأندية وما له علاقة في انك في عملية تنافسية والعملية التنافسية تجلب وراءها مجموعة التحديات اللي دائما ينتصر فيها الفريق الأقوى اكثر من الطامح او المتطلع ولا الجميع كلها عنده وانا اخشى يوم من الايام بعد 4 أو 5 مواسم انك تتساءل عن التعاون تقول لمتى التعاون في هذا المركز انت قاعد تاخذ الرابع والثالث والى اخره انت ما تقدر توصل على الاقل ابو نواف معليش التعاون جاب كاس الملك والفيصل جاب الفيصلي الفيصلي عبد الله يقول لازم تكون ميزانيتك مثل الهلال عشان تحقق بطولات الفيصلي جاب بطوله كاس الملك كم ميزانيه الفيصلي يا عبد الله اذكرها ما تتجاوز 20 مليون اعتقد صح ولا لا فيها الحدود بطولات بطولات النفس القصير المعروفه هذه تختلف انت لا حققت لا نفس قصير ولا نفس طويل هذا اللي انا اتكلم في المواسم هذا كلامي انا يعني انت لا جبت بطوله نفس قصير ولا جبت اي بطوله ثانيه غيرها لا دوري حتى الدوري ينافس على الهبوط هو يهرب من الهبوط حتى الدوري ما دخلت انت في المزاحم في المنافسه بس يا دكتور شوف المفترض انت عندك هدف تحطه يعني ممكن ادخل على شيء معين من البدايه ما اروح اني انا ايش خططي من بدايه الموسم صح ترى حتى الان يعني المفترض انه من السنه الجايه حيكون شركات وحيكون صحيح. في دخول قويه فهذه اللي خلها بعد اللقاء ابو احمد الزميل صالح مرشد في الاعداد يقول عندنا لقاء مع الكابتن رياض شراحيل لاعب نادي الشباب رحيم الله يبارك فيك الحمد لله اليوم قدمنا مستوى ونتيجة هارد لك لأشقانا نادي أبها والحمد لله يعني فوز كان مستحق
نفرح اليوم ونقفل الصفحة ونفكر في مباراة أهم الأسبوع القادم إن شاء الله. بما أنك ذكرت المباراة القادمة استعداداتكم لها، إيش اللي صار بينكم وبين المدرب خصوصا نشوة الانتصار بعد هذه المباراة؟ والله الله يعطي العافية، المدرب جالس يجتهد وإحنا اللاعبين برضو حاسين بالمسؤولية والمستويات اللي يعني في مباريات صراحة نقدم فيها مستويات لكن النتيجة ما تيجي من صالحنا، لكن الحمد لله نفكر في القادم، مباراة مهمة إن شاء الله أن نعد لها أفضل استعداد إن شاء الله وبإذن الله خير. فريق السابق أبها اليوم لعبوا على أرضكم وبين جمهوركم، إيش اللي حاب تقوله؟ والله يا أبها لا فضل علي بعد الله سبحانه، يعني وضع ما يصرني لكن أتمنى لهم كل التوفيق وبإذن الله أن يحسنون من أوضاعهم وفالهم التوفيق إن شاء الله. طيب نروح لفاصل الأول للديوانية وراجعين نكمل محاور حلقتنا مع ضيوفنا. تطرب المزاج، وش رايك نغير المواجهة؟ لي هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين. يا طيب القلب وينك حرام تهجر طيني، وين ما تاخذك الموجة تلقى خزامة. نحو المعالي ونشد الوضع المثالي، نادي للعلياء نادي فخر المسلمين، أنت فخر المسلمين، سارعي نحو المعالي ونشد الوضع المثالي، نادي للعلياء نادي أنت فخر المسلمين، للوطن رؤية جديدة والملك شعب عشتي دوما يا بلادي، عشتي عمق الأمتين،
حياكم الله متابعينا في الجزء الثاني من الديوانية. كان الحديث قبل فاصل عن مباراة الشباب وأبها والفوز الشبابي العريض بخمسة أهداف مقابل لا شيء. عندنا أيضا لقاء آخر مع الكابتن هتان بهبري لاعب نادي الشباب بعد نهاية المباراة مع زميلنا مراسلنا سلطان حكتر. الفوز هذا فضل رب العالمين، جمهورنا اللي حضر اليوم من بداية المباراة ساندنا لي بعد ما صفر الحكم، يعني الحمد لله يستاهل الفوز وإن شاء الله بإذن الله نفرحهم في المباراة الجاية. نتيجة ثقيلة ما شاء الله، صار لها تخطيط أكيد مسبق مع المدرب أكيد مع الطاقم الفني، كيف شفت اجتماعكم اللعيبة مع المدرب؟ طبعا الفوز كان فضل رب العالمين، ثاني شيء الإدارة سيد محمد المنجم هو اللي حفزنا يعني كتحفيزه كان قبل المباراة، أيضا تعليمات المدرب وتكتيك الخاص في المباراة هذه، برضو جهود اللاعبين صراحة. المباراة القادمة مهمة أكيد، نادي الاتحاد نادي كبير وإن شاء الله لها تكتيكها الخاص بإذن الله. ما شاء الله شوف سلطان مر على كل الكاميرات وأخته. الله يحفظهم إن شاء الله يا رب. آمين يا رب وياك. شكرا. حديث الكابتن هتان بهبري بعد نهاية المباراة. عبد الغني، أنا شفت لقطة لرئيس نادي الشباب حاضر بين الجماهير الشبابية في مدرج الشباب، دائما الانتصارات والمستويات المتميزة تعطيك أجواء إيجابية بالنسبة للفريق، لكن في حال الخسارة لا يوجد أحد. أعتقد شوف الشباب توفق في اختيار فيتور بيريرا، مدرب حماسي، مدرب عنده شخصية، شفنا تأثير الأداء الفني يعني حتى مباراته أمام الهلال قدم مباراة كبيرة جدا. صحيح. شخصية المدرب يعني ساعدوا بعض اللاعبين الخبرة زي كراسكو، زي يعني بعض الأسماء الجيدة، رامون سايس بصراحة أعطى إضافة، يمكن زي ما قال مشعل يحتاج برضو الشباب تعديلات كثيرة في الأجانب، يعني في أسماء لازم تروح كثيرة جدا. دائما الهدوء والنتائج وانك تدخل منطقة الأمان خلاص تجعلك انك يعني تخفف عنك الضغوط اللي بداية الموسم، غير ثلاثة مدربين، تغيير اكثر من لاعب، دائما النتائج الإيجابية تجعل مجلس الإدارة يعمل بشكل جيد، الرئيس النادي يكون حول الجمهور، ولكن المطالبات هنا تزيد، انت تبغاك خلاص انا لما اشوفك تقدم مستوى افضل لازم من الان تبدا انك تستعد للموسم الجاي، ما يبدا 20 اغسطس الا انت تكون يعني ضامن الاسماء الجيده، مستقر على مدرب، اذا كان مثلا بيريرا بيستمر معك هذا يعتبر نجاح جيد، تغير بعض العناصر، اذا قدرت تخلي لاعب مثل رامون سايس لانه قائد قوي جدا بصراحه في الدفاع. أيه. انا اعتقد هذه الاسماء اللي ممكن تصنع الفارق. نعم. لكن انك توصل لمنطقه الامان ممكن الجمهور يشكرك، لكن يبغى الجمهور عمل افضل السنه الجايه. نعم صحيح بالفعل، يعني الشباب شوف حتى نكون منطقيين وواقعيين، الشباب مر بظروف هذا الموسم يمكن لو مرت على غيره تجده الان في الاخير قبل الاخير للامانه، يعني عطفا على الظروف القويه اللي صاحبت البيت الشبابي ككل. الشبابيين هم اللي صنعوا الظروف هذه، ما حد صنعها. لا في، يعني لا في اصابه الحارس مثلا. لا انا اتكلم يعني كالاخطاء الاداريه، اختيار المدرب، اختيار صح بعض الاشياء اجزاء كثيره يعني حتى مثلا رحيل لاعب ما يكون له تاثير، يعني انت الضجه اللي صارت ممكن مثلا خطا في الطريقه ولكن ما يكون فيها تاثير على الفريق الكروي، مضاعفات علينا. طيب غدا إن شاء الله عندنا أيضا استكمال لمباريات الجولة 28 نتابعها في هذا التقرير. تستكمل لقاءات الجولة 28 من دوري روشن للمحترفين الجمعة بمواجهتين، حيث يستقبل النصر نظيره الفيحاء على ملعب الأول بارك بالرياض، ويحل الطائي ضيفا على الرياض على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، ويأمل النصر بالانتصار وتقليص الفارق مع الهلال، فيما يسعى الفيحاء لتحقيق نتيجة إيجابية، ويحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، فيما يقع الفيحاء في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، فيما يأمل فريقا الرياض والطائي لحصد الثلاث نقاط والتقدم في سلم الترتيب، حيث يحتل الرياض المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 23 نقطة. إذن النصر غدا يستضيف الفيحة وفي السادسة مساء، وعندنا أيضا في ذات التوقيت الرياض مع الطائي. أبو عبد العزيز تجيب العلم، عطنا التوقعات. من الأقرب؟
النصر فهي أقرب للنصر. هي مباراة قد تكون الفيحة ما تهمه في منطقة الدفء، لكن النصر تهمه أنه يبقى على مسألة فارق النقاط ما يزيد 12 نقطة تستمر. أيه. وبالذات أن مباراة الهلال تأجلت، فممكن ينزل العدد لتسع نقاط ويشوف إيش يصير بعدين. المباراة الأهم حتكون بكرة الرياض والطائي، لأنه الفريقين في الصراع المؤخرة والبعد على الهبوط، فمتوقع تكون مباراة أصعب، مباراة فيها ندية وتنافس، ويا رب أن تعجب الجميع. نشوف تبي التوقع بالمرة؟ أي والله يا ليت. النصر الرياض. النصر الرياض، ترى بذكرك فيها بكرة. ها؟ ما أنا ماني موجود. طيب عايد، النصر والفيحة. النصر طبعا النصر قدم نفسه في الآونة الأخيرة بشكل جيد، يعني عطفا عن خسارة كأس الدرعية، إلا أنه كان قبلها مقدم مستويات جيدة جدا، وكان عمل واضح من المدرب، وفي شغف من اللاعبين أنهم يستمرون على سلسلة انتصارات كبيرة. أعتقد أن النصر يعني شخصيا حسب رأيي فقد طموحه في الدوري أنهاه يعني. أي. والدليل أنه لعب يعني أمام أبها في يعني أعتقد أنه يعني 3 إلى 4 من اللاعبين الأساسيين كانوا ما هم في التشكيل الأساسية، وهذا يعطيك مؤشر أنه النصر يقول لك ترى أنا تنازلت عن الدوري. لكن الفيحة قد ينتهز الفرصة يوم الغد، ممكن يفاجأ النصر إذا كان النصر ما تعافى من خسارته من الهلال. أيه. أما إذا استطاع السيد كاسترو أنه يأهل اللاعبين ويخرجهم من خسارة الهلال، ممكن أنه يعني يفوز على الفيحة. كاسترو أمس تعرض لوعكة صحية ولا لا؟ طلع في خبر، ها؟ جابوا له المرض، الله يهديه. جابوا له المرض. من هو؟ كان أعتقد أنه زكمة بس يعني. بس من اللي جاب المرض أبو عبد العزيز؟ جابوا له المرض. هو جاب لهم المرض. ولا النتائج؟ النتائج هو جاب لهم المرض. يعني بكرة بيكون موجود ولا مع الفريق؟ لا، المساعد. أعتقد ما راح يكون موجود. كاسترو بالعكس، كاسترو مدرب كبير، وأنا صراحة من الناس المعجبين بشخصية كاسترو. أيه. كاسترو رائع جدا، لو كان هو يملك كل زمام الأمور والدفة الفنية كاملة، لو كانت بيد كاسترو لكان بيد كاسترو هو المدرب. تقول لو كان يملك يعني الأمور الفنية بيد من؟ أكيد هي بيد المدرب. تقول لو كان يملك بشكل كامل. أنا يعني أنا يوم أقول بشكل كامل، أعتقد أنه فيه يعني في بعض اللاعبين يعني ما يستحقون أنه يلعبون مباراة كاملة. يعني كريستيانو رونالدو ما يستحق أنه يلعب مباراة كاملة. بعض اللاعبين أيضا يعني خلاص، يعني أنت شوط واحد وخلاص، تعطيني شوط وخلص، ليش أخلي اللاعب شوط كامل وممكن أخسر يعني لاعب آخر ممكن يعطيني ويؤدي أفضل من كريستيانو أو غيره يعني. أنا ما أقصد، بس أنت تنظر فقط للتأثير الفني للاعب على الفريق عايد. يعني أنت تعرف أن، والجميع يعرف أن كريستيانو رونالدو تأثيره يعني يتجاوز حدود التأثيرات الفنية في الفريق. بس أحيانا يكون سلبي ترى، مو بضرورة دائما إيجابي يعني. متى كان سلبي؟ في مرات كثيرة كان سلبي. مثل أعطني مثال. أنا بدون ما أعطيك مثال أصلا، مباراة الهلال الأخيرة كان سلبي. ها؟ أصلا بندر يعني كنت إذا تتصور أن أداء يعني أن كريستيانو هو كريستيانو اللي قبل 10 مواسم ولا حتى 5 مواسم في غلطان طبعا. لا لا، هذا من حيث المبدا. اي بس انا بشوف اثنين دائما مركزيه اللعب اللي اللي اللي, اللي تتمحور حول كريستيانو في الوقت اللي هو ما يقدر يعني يؤدي ما هو مطلوب منه بشكل كامل، ايضا هذه تضعف من فرص الفريق اللي تكون مفروض تكون مفتوحه للجميع في التنافس على المركز والتنافس على الفرص التسجيل وفي التنافس على الاستحواذ على الكره. دائما الكفه او تغلب دائما لكريستيانو بحكم اصلا جاذبيته للكره يعني. هو شخص يعني انا لا الوم يمكن اللاعب اللي في الملعب ويشوف كريستيانو سواء فاتح الخانه بشكل جيد او حتى يمكن عنده لاعبين وما يسلمها الكره، ولكن هذا طبعا خطا في الاخير يدفع ثمنها الفريق. فانت ناظر بكره اذا لعب مران قدام ولعب وراه مثلا ايتافيو، وشوف شلون مثلا يتغير اللعب وصارت فرصه غريب وماني في الاطراف،
بيتغير الفريق متأكد إلى الأفضل يعني. بعيدا عن قيمة كريستيانو الغنية فنيا في السابق وجاذبيته للفريق وشعبيته للفريق. هذا أبو نوف هذه بس هذا لا يجعلنا يعني نضحي مثلا بفرص الفريق في كسب كثير من المباريات على حساب هذه المعلومة أو هذه الحالة الواقعة، ولا أيضا إعفائه من يعني المحاسبة على بعض أخطاء سواء داخل الملعب ولا خارج الملعب. هذا مؤكد يعني يفترض أنه يتم التعامل معه داخل الملعب كلاعب. طيب سواء من الحكام أو من المدرب أو من زملائه، يعني خارج الملعب تعامل معه زي ما تقريبا تبقى. متفق مع الكلام اللي قاله عايد تقريبا يعني إلى حد كبير إلى حد طيب أوكي المعلم. أنت الآن تقول أن تأثيره الفني في السنوات الأخيرة غير عن تأثيره، هذه متفقين عليها يعني. وخالصين منها نهائيا يعني إحنا كلنا متفقين عليها، لكن ترى تأثيرات اللاعب تتجاوز الحدود الفنية، تأثيراتها النفسية، تأثيراتها الذهنية، تكون سلبية المعنوية مو لازم إيجابية. كيف أصبح كريستيانو رونالدو ملهم لجميع اللاعبين؟ كيف أصبح ملهم للفريق ككل؟ كيف أصبح يعني وقود لكافة العاملين في البيت النصراوي؟ ملهم للأكاديميات، ملهم للنشئ، بس مو ملهم أصلا مباراة وهي تلعب 90 دقيقة فيها طحن وفيها شغل وفيها ضغط وفيها واجبات مفروض انه يؤديها ما يؤديها اللاعب كريستيانو على كيف اللاعب الكرت الاحمر اي طبعا طيب. لا السؤال الان الاحداث اللي صارت في النخبه لو صدر قرار ممكن مباريتين ممكن ما يلعب في كاس الملك اي يعني هذه برضو يعني انت كلجنه انضباط بتحط يعني اشكاليه يعني حسب قرانا انه في جريده الرياضيه انه ممكن يصدر ايقاف مباراتين صحيح اذا حتشمل كل المباريات معناها ما حتلعب كاس الملك هي لا زالت اخبار متداوله إيه نعم. غير مؤكده وبعد اعلنت العقوبه للحين ما مستغرب انا تتجه الرابع اللجنه الى بندرين بس ما بعد اتجهت يعني لا بس انا والله بعيدا عن هذا انا استفزني راي عايد صراحه يعني صح رايك يحترم ويقدر انا متاكد تماما لكن كيف تقول انه يفترض ان الفريق يتخلص من كريستيانو رونالدو لا ما يتخلص لا ما يتخلص او ما يلعب في الفريق لا بس بقول لك كيف أيه؟ انا اللي اقصده اعتقد انه الجميع هنا متواجدين والجمهور ايضا كريستيانو رونالدو لاعب كبير ولا يختلف عليه اي شخص وهو قدوه لنا احنا كشباب ورياضيين قدوه كبير بالعكس كريستيانو اسطوره وممكن انه يكون الثاني على مستوى العالم كافضل لاعب في العالم لكن لما تتكلم عن كريستيانو حاليا اعتقد لو كلنا مدربين لعبناه شوط واحد وممكن يعطينا أكثر من أنه يعطينا في مباراة كاملة شوط واحد قادر على أنه كريستيانو يخرج ما عنده طيب مشعل بعدين عبد الله كلثم وش تقول مشعل شو رأيك في هذا الموضوع أنا أعتقد كريستيانو يعني دائما أفضل حقيقة الحديث عنه كونه نجم وأسطورة ويعني مفيد لمشروعنا الرياضي خارج أرضية الملعب لكن داخل التسعين دقيقة نتعامل معه كلاعب سواء الأندية المنافسة أو حتى زملاء اللاعبين أو حتى اللي جانوا ما إلى ذلك نعلم أنه حقيقة يعني كثير من المواضيع التي يعني أثيرت حول كريستيانو فيما يخص تأثيراته النفسية يعني التأثير الفني الجميع يقر بذلك ولكن تأثيرات النفسية نعم هناك تأثير إيجابي إثارة الحماس لدى الزملاء الإصرار العزيمة عدم تقبل الخسارة ولكن أيضا هناك تأثيرات سلبية أحيانا يقوم بها كريستيانو لعل آخرها مواجهة الهلال يعني أعتقد أنه ساهم في يعني دعنا نقول إثارة النرفزة لدى عدد من زملاء اللاعبين أحيانا اعتراضات على الحكام تسهم أحيانا في إخراج زملاء من أجواء المواجهة وبالتالي حينما نتحدث عن كريستيانو لا شك هو إضافة وقيمة جدا مهمة ولكن لا يخلو أحيانا من أن يكون لديه تأثير سلبي نفسيا وهذا ناتج عن إيش يا مشعل ما هو ناتج عن عدم تقبل الخسارة اللي أنت صحيح. تكلمت عنها قبل شوي صحيح. ما هو ناتج عن الشغف دون أدنى شك شغف كرة القدم دون أدنى شك بندر ترى مسكنا عدم تقبل الخسارة ذي وكأنها تقول يعني الوحيد اللي يلعب في الملعب كل العالم ما يبغون خسارة ما في لاعب في الملعب يلعب في المباراة يبغى الخسارة ليش تحصرها اللاعب يعني هذا الوحيد اللي ما يتقبل خسارة لذلك دعه يفعل ما يشاء مو صحيح هذا الكلام في لاعبين ما تفرق معه لكن تتكلم عن لاعب واحد فقط اللي ما يتقبل خسارة ما مشكلة يعني فعلا يمكن تحديدا في المشهد النصراوي في لاعب نفس الفكرة يعني حسين عبد الغني لا يقبل الخسارة والمشكلة انه احيانا هو قائد الفريق يوتر بقية زملاء يشحن بقية زملاء وبالتالي يكون هناك حالة من الشرود الذهني اعتقد ان كريستيانو بقدر ما اضاف للنصر من قيمة فنية وقيمة معنوية دون أدنى شك قبل ذلك قيمة تسويقية إلا أنه في بعض المواجهات أسهم بشكل أو بآخر في إخراج زملاء من أجواء المواجهة طيب عن المباراة مشعل النصر والفيحاء
هو زي ما تفضل الأستاذ عايد، أعتقد النصر باستثناء مواجهته أمام الهلال قاعد يقدم مستويات جيدة في الآونة الأخيرة. آخر أربع مواجهات قدم ذاته بشكل رائع. أنا سبق وإن ذكرته أنه حتى وإن فقد النصر أمل حصول على لقب الدوري، إلا أنه قيمة واسم النصر تجعله ينافس حتى آخر رمق. ليس مقبولا أن النصر يخوض أي مواجهة باعتبارها مواجهة عادية أو ينظر له نظرة ودية، لا، لابد على قيمة هذا النادي أن يبحث عن الانتصار في أي مواجهة. أعتقد أيضا نادي الفيحة ليس من الأندية السهلة، أنا أضم نادي الفيحة إلى أندية التعاون الفتح، يعني من الأندية اللي فعلا صعب تجاوزها، وحتى وإن تجاوزتها يعني يكون تجاوزها بغاية في الصعوبة. يعني ما يميز نادي الفيحة أنه أحيانا يفرض شخصيته على الأندية الكبيرة، يهاجم، يبادر، يجيد جدا التحصينات الدفاعية، لديه حارس جدا مميز، وأحيانا يعني حارسهم يمثل أكثر من نصف الفريق. نعم، الفيحة الآن في المركز العاشر مشعل، نعم، عنده 35 نقطة، يعني نفس مستوى الشباب والخليج، ضمك أيضا. عندنا الآن أربعة أندية 35 نقطة. عبد الله الكلثم، النصر والفيحة، يعني نبغى قراءتك للمباراة غدا ورأيك في اللي طرحه الأخوان النقاش اللي قبل شوي. بتكلم عن موضوع كريستيانو شو. أي. اليوم لما نجي نتحدث عن كريستيانو طوال تاريخه وحتى الآن، نعم، هو يعتبر من العمل النادرة جدا في مسألة تسجيل الأهداف. كمية الأهداف اللي موجودة عنده دليل ثابت على أنه مكينة. أنا كيف كمدرب أوظف المجموعة، أوظف الأسلوب الدفاعي والهجومي في خدمة لاعب مثل هذا؟ في النهاية هو اللي راح يحسم التفاصيل كلها. بيب غوارديولا جلس سنوات طويلة يصنع فريق مع السيتي ويصرف الملايين، لما أحضر هالند حقق الدوري بشكل حاسم وحقق دوري الأبطال اللي كانت بالنسبة لها معجزة. ليش؟ لأنه هذا دليل، مع أنه كان في فترة من الفترات بعض المدربين أو محبين متعة كرة القدم يرون أنه الحلول في كرة القدم كثيرة، وانتهى عصر المهاجم التقليدي. الآن عاد زمن المهاجم التقليدي. ليش؟ لأنه عملة نادرة. صحيح. بغض النظر عن اللي قاعد يسويه كريستيانو، سواء نتفق أو نختلف، لكن وجوده في هذا السن، شوف لازم نتكلم، وفي رتم بدأ يتحول إلى أنه الدوري السعودي معقول أنه لو جانا قبل 2018 من وجهة نظر الشخصية أنا أقول ما عندي مشكلة، الرتم كان أقل من الآن. الدوري أسرع الآن، يلعب من الدوري السعودي وصلنا إلى 60 دقيقة تلعب فعليا. صحيح. في السابق قبل سنوات يعني يلا نوصل حتى 40 دقيقة تلعب فعليا. أيه. اليوم نوصل إلى 60 دقيقة تلعب فعليا. في هذا والهدف 65 المواسم القادمة. يا سلام. في هذا السن ويكون هداف الدوري وفي مهاجمين أصغر منه ومهاجمين كبار، أنا أعتقد أنه هذا أمر فعال جدا. يحتاج النصر إلى أنه يكون أقوى في الأسلوب. أنا تحدثت مع في 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 كثير في مسألة إنه النصر شكلين في كل مباراة ما قبل مباراة الأهلي. أي. فريق بالكورة رائع جدا بالكورة، فريق سيء جدا بدون كورة، لا يعرف كيف يضغط، لا يعرف كيف يتعامل مع الكورة أو حرمان الفريق المنافس من سبب بعض العناصر والمدرب اللي ما تأدي المدرب. ليش؟ لأنه أنا أبو نواف دامني أنا شفت الخلل معناته أني يجب أن أجد الحل. صح. من أهم أدوار المدرب أني إيش الحل اللي أنت سويته. يعني النصر كان يسجل أربعة لكن يستقبل ثلاثة. صحيح. هذه القوة الهجومية كان يقابلها اليوم. ليش إحنا نشيد في جسوس في مباراة تنتهي 1-0، في مباراة تنتهي 2-0، لكن عنده توازن عالي على مسائل الهجومية والمسائل الدفاعية، وهذه قيمة أنك تستطيع تحقيق فيها دوري. الأهلي اليوم هجومه ممتاز، ما حد يقدر يقول هجوم الأهلي مو ممتاز، لكن المشاكل اللي تصير في الخلف كارثية. فوجود كريستيانو أنا أعتقد أنه في النصر يحتاج، يعني بالنسبة للنصر عملة نادرة، يعني مهما كان مع احترامي وتقديري لكل اللاعبين، إذا شلت كريستيانو وجبت مهاجم ما راح يكون في كفاءة كريستيانو أيا كان اسم المهاجم. لكن هل الفريق اليوم يخدمه بالشكل الفعال جدا؟ أيه. على مستوى الأسلوب وحتى على مستوى العناصر وحتى على مستوى الأزمات. النصر في كل سنة يظهر في أزمة. اليوم سمعنا مشاكل مع قويدو وهو اللي توه جاي 6 شهور أو 7 شهور. يعني عبدالله أنا أضع كريستيانو وأبني عليه الخطة. أكيد طبعا. وبقية العناصر. أكيد. بقية اللاعبين. أكيد. أنت خلال العمل هذا اللي تسويه نهاية أو الحصة التدريبية خلال الأسبوع إيش تبغى من المباراة؟
انك تسجل هدف صح ولا طيب واللي يقول عايد يقول ما يكمل الا شوط ما يلعب الا شوط هذه مع عبد الله ما كابتن انت تجيب كريستيانو وتبني عليه الفريق طيب بغرض مساعده كريستيانو لانجاز ما هو مطلوب منه لكن هل هذا يخدم الفريق بشكل عام بحيث انه ايضا يامن لي المنطقه الخلفيه ويامن لي النتائج لان النتيجه هي هدف هنا وما يجي فيه هدفين هنا من وراء ثاني مره النصر كان يشتكي من تاريسكا وكريستيانو في عدم قدرتهم على مسانده الفريق وكشفهم لمنطقه الوسط وبالتالي كشفهم منطقه الدفاع وهكذا لغايه ما صارت على النصر كميه اهداف غير مقبوله مقابل قدرته النجومية والعناصر اللي عنده وأيضا كونه وصيف الدوري وكونه كان منافس شرس إلى يعني إلى أن توسعت الهوة بينهم. نعم. فلذلك أنت تتكلم عن كريستيانو يعني ما أبغى أيضاً كابتن عبد الله يكمل عشان ما أقطع عليه. لا خضر. بس الآن يقول يبني يعني البناء اللي نقصده تقول يبني على كريستيانو ويكمل عبد الله أنا بس هذه ملاحظتي ترى. عبد الله يقول نحط كريستيانو ونحط بقية اللاعبين أو نبني عليها خطة الفريق. ليش؟ لأنه أنت الآن لما تجي تبني منهجية زي ما بنقول لما تبني منهجية كيف الدافع؟ الدفاع معروف إنه يبدأ من الأمام صح ولا لا؟ نعم. عندك لاعب برا اللي هو كريستيانو. هذا واحد. برا في مسألة الضغط مستحيل يضغط بشكل عالي. أي. لكن اللي بعد كريستيانو يجب أن يكون عندهم الكفاءة العالية في مسألة الضغط في مسألة حرمان الفريق المنافس من 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 الكرة. في النصر فيه تاليسكا وفيه إذا لعب عبد الرحمن غريب. يصير عندك ثلاثة في الأمام ما عندها الكفاءة العالية أو القوة العالية في مسألة الضغط العالي. فهنا يصير في خلل وتشوف زي يعني في الدور الأول يسجل الفريق قاعد يسجل أربعة يسجل خمسة لكنه يستقبل كور سهلة. معناته انه عندك خلل كبير. هذا الامر لا يظهر الفريق بشكل كامل انه شك فريق يقدر يحقق دوري مستحيل. بس انا اختلف معك عبد الله، انا اجيب الاستاذ بعدين اكمل بالطلاب، اجيب المدرب القوي اللي يكون بعدين احط رونالدو. المدرب القوي زي انشيلوتي مثلا ممكن حيستشير رونالدو لكن ما يكون هو صاحب القرار، هو يكون المدرب الاقوى اللي يقدر ياخذ اريحيته ما يخلي اي مدرب اي لاعب ممكن يقول له لعب هنا غير طريقة لعبك. أنا اللي شايفه أنه يعني مدرب النصر يعني فقد أشياء كثيرة جدا، فقد شخصيته، حتى كثرة الاعتراض توجهت للاعبين داخل الملعب. يعني مثلا أوتافيو بروزوفيتش ما يمكن حتى في أوروبا يتعاملوا مع الحكام بهذا الشكل اللي بنشوفه إحنا هنا. هذه ثقافة تتحول من ضعف المدرب شخصيته تتحول للاعبين إذا شافوا اللاعبين هو أقوى. أنا أقول النصر يحتاج مدرب قوي قوي شخصية قوي تكتيكيا ويكون هو أقوى وأنا أستعين بأصحاب الخبرة أستفيد منهم يكونوا معايا يعني كأدوات يساعدوني ولكن لا يكون اللاعب أقوى من المدرب هذه في النهاية تفقد كل كرة عبد الغني. شوف اليوم احنا نشوف كل الأحداث على مستوى العالم. ميسي لما كان في برشلونة ما في لاعب يتعاقد مع برشلونة لين يأخذون مشورة ميسي. خلنا نكون منطقيين هذه اخبار عالميه بس انا مختلفه الشخصيه بغض النظر الشخصيه مختلفه اليوم مختلفة. لو الهلال نجح في احضار ميسي هل سيكون جيسوس قوي شخصيه على ميسي؟ انا اعتقد لا. ليش؟ لانه قيمه ميسي هو ميسي هذا قيمته الفنيه بس ميسي مو محترم الشخصيه في النزله وبعدين هو لاعب يقول لك خلينا ناخذ الموضوع بشكل اشمل حتى في مساله عبد الله اللاعبين الموضوع كان في باريس سان جيرمان قوي رونالدو اهم من النصر لا شوف هذه هذه لا تعطي اي لاعب مهما يكون اسمه حتى لو كان ميسي انه يكون فوق النادي هذه كل النقاش هذا بسبب عايد عليه انا بالعكس انا ليش لماذا لم يقال كاسترو حتى الان لماذا؟ ما في انا احتاج اجابه من الاستاذ لماذا لم يقال كاسترو حتى الان؟ طيب احنا مكملين نقاشنا بس عندنا ايضا لقاء مع الاستاذ فهد المطوع رئيس نادي الرايد بعد نهايه المباراه. اولا نقول مبروك لفتح وهارد لك النادي الرايد حقيقه يعني حاولنا اليوم وشاطرناهم لكن تعرف يعني الفريق ناقص 5 لاعيبه اساسيين في الفريق هذا اثر علينا شوي لكن ان شاء الله نعوض ان شاء الله المباراه القادمه باذن الله. ماذا تقول لمشجعي نادي الرائد خلال المباريات القادمه ان شاء الله كانت مباريات او مستويات قادمه؟ والله الجميع جالس يشاهد المستوى اللي جالس يقدمه فريق الرائد في الدور الثاني جالسين نقدم مستويات ممتازه جدا
ولكن النقص له يعني تأثيرات سلبية. اليوم يعني لما تنقص عندك 5 لعيبة هذا أكيد أنه راح يأثر على مستوى الفريق، وبإذن الواحد أحد يرجعون اللعيبة المصابين وإن شاء الله نرجع لسلسلة الانتصارات اللي بديناها إن شاء الله. ومن حديث رئيس نادي الرائد الأستاذ فهد المطوع إلى فاصل أخير للديوانية وراجعين. بيت جدي كان الوحيد اللي فيه مشغل اسطوانات، كان مال الشارع كله طرب. بعدها جاب ابوي مسجل كاسيت وصار عندنا اشرطه لكل المطربين. ولما طلعت السيديهات رمينا كل الاشرطه، رجعنا رمينا كل السيديهات. يا اخي صار كل شيء اونلاين. الايام تغيرت بس ذوقي بالموسيقى ما تغير، راح أظل أسمع طرب. وين ما تاخذك الموجة تلقى خزامة. سارعي نحو المعالي ونشد الوضع المثالي، نادي للعلياء نادي فخر المسلمين، أنت فخر المسلمين. سارعي نحو المعالي ونشد الوضع المثالي، نادي للعلياء نادي، أنت فخر المسلمين. للوطن رؤية جديدة والملك شعب عضيدة، عشت دوما يا بلادي، عشت عمق الأمتين. أنت فخر المسلمين.
حياكم الله متابعينا في الجزء الأخير من الديوانية، نتابع معكم أهم وآخر الأخبار الرياضية. يواجه المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عاماً لكرة القدم نظيره تايلاند يوم الجمعة على ملعب أبي خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 23 عام AFC قطر 2024. ويتصدر الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة بفارق عدد الأهداف أمام تايلاند، في حين لا زال رصيد طاجكستان والعراق خالياً من النقاط. استأنف نادي الهلال تدريباته بمدينة العين بعد خوضهم لقاء ذهاب نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، وبدأت الحصة بتدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء العين وذلك في مقر إقامة بعثة الفريق، فيما شارك بقية اللاعبين بتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية. أعلن نادي الشباب عن التقرير الطبي الذي خضع له الكولومبي غوستافو كويلار وتبين إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب عن الملاعب لمدة 3 إلى 4 أسابيع. كانت هذه مشاهدينا أهم وآخر الأخبار الرياضية، نضيف عليها أيضا بعض الأخبار المهمة حول ما يتعلق بالبيانات الإعلامية، البيانات الصحفية الصادرة من الأندية واستمرار موجة البيانات الصادرة لأنديتنا بعد قرار تأجيل مباراة الهلال والأهلي من قبل رابطة الدوري روشن للمحترفين. أمس كنا نناقش بيان الاتحاد والأهلي، وأيضا صدر بيان النصر في وقت متأخر، وإن شاء الله راح نناقش معنا بعد قليل من خلال استعراض البيان كامل. لكن أيضا وهذا بيان النصر عندنا اللي صدر أمس في وقت متأخر حول هذه المباراة، جاء في تفاصيله: بعثت إدارة نادي النصر اليوم خطابا رسميا لرابطة الدوري السعودي للمحترفين تطلب فيه التزام الرابطة بمواقفها السابقة طوال الموسم فيما يخص طلبات تأجيل المباريات، وتؤكد فيه على أنه قد تم في وقت سابق رفض طلب النصر بتأجيل مباراة الفريق الأول أمام أشقائنا نادي الاتفاق والتي أقيمت بتاريخ 14 أغسطس في الدمام، وسبقها لقاء الفريق في مهمة خارجية غالية يمثل فيها الوطن على نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بتاريخ 12 أغسطس في الطائف، متحججين باعتماد رزنامة الموسم الرياضي واتفاقيات النقل التلفزيوني مع العديد من القنوات العالمية، والتي اضطر معها الفريق لإراحة عدد من لاعبيه ومشاركة آخرين دون جاهزية بعد مباراة النهائية امتدت لأكثر من 120 دقيقة، مما ساهم في خسارة 3 نقاط مهمة في بداية سباق الدوري. ورغم أن الرفض حينها كان يخالف البند 4 من المادة 9 من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي نصت على تلتزم إدارة المسابقات بمنح كل نادي 2 راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية، إلا أن نادي النصر حينها قرر احترام القرار وعدم التصعيد، ظنا منا أن التعامل مع جميع الأندية سيكون بالمثل طوال الموسم، ومشددين على أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين يقع على رأس مسؤولياتها الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين كل الأندية السعودية. وأخيرا نذكر الأعزاء في الرابطة بردهم على نادي النصر ليلة المباراة النهائية لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال والذي جاء فيه، وحرص من الرابطة على الالتزام بالمواعيد المعتمدة في رزنامة الموسم الرياضي وتحقيق الأهداف المرجوة من استراتيجية الرابطة، فإنه يتعذر الموافقة على طلبكم، وعليه فإن المباراة ستقام في موعدها المحدد مسبقا، مما يثير استغرابنا الشديد لتغير موقف الرابطة الآن. كان هذا بيان نادي النصر والذي صدر أمس في وقت متأخر،
من الليل. اليوم أيضا صدر بيان آخر لنادي الاتحاد غير البيان اللي أمس قرأناه واستعرضناه. جاء في هذا البيان: أرسل النادي خطابا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يتضمن طلب تأجيل لقاء نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع الفريق الأول لكرة القدم بنظيره فريق نادي الهلال يوم 30 إبريل 2024 إلى حين فراغ المنتخب الوطني الأولمبي من مشاركته في الأولمبياد، حتى يتسنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاستفادة من مشاركة لاعبيه الخمسة المنضمين لصفوف المنتخب الأولمبي المشارك في البطولة الآسيوية، وهم عوض الناشري، فيصل غامدي، زكريا هوساوي، أحمد الغامدي، مروان الصحفي في لقاء نصف النهائي. وأوضح النادي في خطابه بأن الفريق وقع عليه ضرر من استدعاء لاعبيه خارج أيام الفيفا، ويطالب بإيقاف هذا الضرر بتأجيل مباراة نصف النهائي حتى يتمكن من الاستفادة من كافة عناصره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي تمثل أهمية بالغة للنادي وجماهيره، وأن عدالة المنافسة تستدعي أن يستفيد كل فريق من لاعبيه في كافة مبارياته، وخصوصا المباريات الهامة مثل نصف نهائي أغلى البطولات كأس خادم الحرمين الشريفين. ونحن على قناعة بأن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ستلبي طلبنا قياسا وأسوة بما قامت به إدارة المسابقات بالرابطة بتجاوبها مع طلب شقيقنا نادي الهلال بتأجيل مواجهته أمام الأهلي دوريا وإيجاد موعد بديل لها في الرزنامة. كان هذا بيان نادي الاتحاد اليوم في بيان الحاقي وفي طلب جديد بالنسبة لنادي الاتحاد حول هذا الموضوع. مشعل، موجة بيانات، أنا تعبت وأنا أقرأ من أمس إلى اليوم، قرأت خمس بيانات كلها على الهواء، ما شاء الله بيانات طويلة يعني ما تأخذ وقت طويل، لكن بالفعل يعني هي الآن موجة بيانات، حرب بيانات بين الأندية وغضب يعني من الأندية الثلاثة الاتحاد والنصر والأهلي. صحيح، بدون أدنى شك أنا أعتقد أنه كنا نتمنى أن تكون الإثارة المتبقية فيما تبقى من منافسات الدوري تكون إثارة داخل الملعب، ولكن يبدو لي بأنه حسم الهلال المبكر للدوري أو اقترابه من حسم المبكر للدوري جعلت هناك يعني أنماط أخرى من التنافس. بالأمس ثلاث بيانات كانت نارية، اليوم استكملت. لكن بودي حقيقة أبدأ من حيث بيان الاتحاد، المواجهة أو التاريخ المواجهة أعلن في تاريخ 24 مارس، أين إدارة الاتحاد حينها لم تتحدث وهي تعلم عن معسكر المنتخب الأولمبي وتعرف عن مواعيد معسكر المنتخب الأولمبي. ولهذا نعتقد يعني مع جل احترام للإدارة الاتحادية أن بيانها فقط للاستهلاك الإعلامي لوضع دعنا نقول يعني مبررات أولية في حال خرجوا من أمام الفريق الهلالي. ما أعتقد أنه بيان كان مبرر. طب أنت في 24 مارس كنت عارف عن التاريخ وكنت عارف أنه لاعبينك مستدعين للمنتخب الأولمبي، لماذا تظهر في هذا الوقت ولماذا يظهر في هذا التوقيت؟ أنا أعتقد أن كرة الثلج بدأت تكبر وهناك من يريد أن يمتطي هذه الموجة، خصوصا بأن بعض إدارات الأندية ترى من هذه البيانات فرصة يعني تشتيت جماهيرها، ترى أنه من مثل هذه البيانات مع احترام شديد بعض المدرجات تراها بطولة بحد ذاتها، تراها يعني أنها حفاظ قد يكون وهمي على حقوق النادي، وبالتالي يعني هو متنفس لبعض إدارات الأندية في إصدار مثل هذه البيانات. أنا لا أصادر حق الجميع في البيانات، ولكن أتحدث تحديدا عن بيان الاتحاد لم يكن له أي مبرر، وتحديدا فيما يخص مواجهة كأس الملك. طيب، هم ذكروا في البيان مشعل أسوة بشقيقنا نادي الهلال تم تلبية طلبة بتأجيل مباراته. نعم. فهم يطالبون الآن، ما ترى أو ما تشوف أنها حق مشروع لنادي الاتحاد أنه يطالب بحقوقه حتى وإن كنت أنت يعني غير متفق معهم في هذا الطلب؟ صحيح. شوف، أعيد وأكرر بأنه حق كل نادي يصدر بيان في النهاية، يعني هذا حق للنادي ومن حقك أن تحافظ عليه طالما أنك ترى أنك هناك مرتكز حقيقي. ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه، لماذا أجلت مواجهة الهلال؟ يعني هناك ثمة أسباب
دفعت هذه المواجهة إلى التأجيل. من ضمنها يعني لو مواجهة الهلال والعين أقيمت يوم الثلاثاء لولا الظروف المناخية كانت مواجهة الهلال والأهلي ستكون غدا أتوقع كان موعدها الجمعة، وبالتالي يعني ليس هو نزولا عند رغبة الهلالين، بالعكس الهلال منذ بداية رمضان وهو يطالب بتأجيل هذه المواجهة، ولكن شاءت الأقدار بأن تأتي الظروف في مصلحة نادي الهلال وتؤجل له هذه المواجهة. من العبث بعقلية الجماهير تصوير تميز الهلال هذا الموسم أو قرب الهلال من حسم الدوري بأنه هذه المواجهة وتأجيلها هو سبب تفوق الهلال وأن الهلال قدم له تسهيلات. أنا أعتقد أن الجمهور اليوم أوعى بكثير من أن تنطلي عليه بعض هذه الأطروحات. حتى الأهلي أمس ذكر بأن لو أجلت مباراة الهلال إلى يوم السبت ما عندنا مانع بنلعبها، لكن التأجيل هو الآن جاء بعد نهاية بعد نهاية مشاركات الهلال. إدارة لجنة المسابقات وضعت نفسها في حرج يوم 13 إبريل خرجت ببيان ردت على أعتقد برنامج وكتبت بالحرف كده في آخر فقرة من يعني لا يمكن تعديل الرزنامة مما يجعل التأثير السلبي على أندية الدوري ومنها الهلال. طب كيف أنت تقول يوم 13 إبريل أنه تأثير سلبي لو أجلت المباراة وبعدين تاجي يوم 16 أو يوم 17 تقول التأجيل 17 يوم؟ ترى اليوم حتى في الليغا ريال مدريد طلب تأجيل حتى لو المباراة يوم واحد فقط 24 ساعة. أنا الآن النادي الأهلي هيقول لك أنا حسب المعلومة أنه النادي الأهلي هيقدم طلب أنه يأجل مباراة الشباب يوم 9، أنا ما أقدر ألعب يعني في خلال 48 ساعة تطلعني الرياض وقول لي ألعب مباراة وإنت أنا هذه المعلومة اللي عندي أنا إنه النادي الأهلي يتجه إنه يطلب تأجيل مباراة الشباب يومين يعني ينفتح الباب يعني بتقرب الآن الاتحاد يطالب بتأجيل والأهلي بيطالب بتأجيل ويمكن يجي يعني لا تقفل البرنامج إلا الساعة 2 بيانات تضمن أنا والله أنا بوقف قراءة بيانات صراحة تعبت أنا من أمس اليوم أنا أقرأ بيانات أنا من أمس اليوم قرأت 5 بيانات ما شاء الله تبارك الله يا ريت لجنة المسابقات في رابطة المحترفين وضعت نفسها في حرج كبير جدا كان إما إنه لو أجلت يوم سبت ترى حتى الهلال ممكن ما هي تأثير ترى السبت الاتحاد الآسيوي وعنده مشكلة فيها إيش السبت؟ أنه لازم يكون 72 ساعة للمباراة الآسيوية اللي هي يوم الثلاثاء صحيح يعني لو لعب السبت عندها الأحد والاثنين فقط بيلعب الثلاثاء على طول طيب بس بالنسبة بالنسبة للاتحاد الآسيوي هذا ما ذكر الهلال حيلعب الثلاثاء النهائي ويلعب الخميس مع الشباب في الدوري إيه الدوري المحلي لا نتكلم عن الاتحاد الآسيوي هو يفرض جميع مبارياته ما تلعب إلا بعد بس هو اللائحة التي تلي المباراة 72 ساعة لائحة لجنة المسابقات كاتب أنه محلياً وخارجياً 48 ساعة لكل نادي يأخذ الراحة فقط ما حددتها بالاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي أنا أعتقد لو طلب من الهلال ما راح أصلاً يرفض ولو من حقه يرفض لكن طالما من الإدارة نفسها إدارة ولو أخذت رأي الأهلي ومثل الأهلي وافق على يوم معين أنت حتخرج نفسك من الحرج كله بس بندر في شيء مهم يعني أنا أسس عليه الكلام اللي بجميع اللي بتفضل فيه عطنا رأيك على يعني بيانات الأمس وبيانات اليوم لا أنا أقول لك في عرف يعني الروابط عادة روابط كرة روابط الدوري في العالم كله هي عادة يعني تستند على الأندية والأندية تستند عليها ولم يكن في يوم ما خصوم أو يعني يتنافسون على من يكون له الأولوية في إصدار القرارات أو في فرض نفسه على الآخر كان الجميع يتحد ضد اتحاد الكرة يعني لأني أنا عندي منتج كرابطة المحترفين عندي منتج اللي اسمه منتج الدوري وحافظ عليه بقدر الإمكان وأبذل الغالي والنفيس في سبيل أنه يمشي بالشكل الصحيح سواء في رزنامته سواء في إيراداته سواء في كل ما يتعلق فيه في النقل في الكفاءة وجودة العناصر اللي تلعب والمنافسات إلى آخره. الواقع أن الرابطة ما أنا أدري الرابطة أحس أنها مستودع تجاري كذا هي تتكلم عن الإيرادات وتتكلم عن التسويق تتكلم عن الاستثمار أكثر مما تتكلم عن صناعة الدوري والحفاظ على الدوري وتطوير الدوري اللي يبدأ من الأندية ويبدأ من اللاعبين ولا يبدأ من الرابطة نفسها والأسف أن الرابطة طبعا هي كجمعية عمومية للرابطة أعضاءها الأندية ومع الأسف أن الأندية تتجاهل حقوقها أيضا في سبيل إرضاء الرابطة أحيانا أو أعضاء مجلس إدارة الرابطة اللي يفترض أنهم يعني جهة تنفيذية للجمعية العمومية الخاصة بالرابطة
الآن اتحاد الكرة يعني في منأى عن كل هاللي قاعد يصير بسبب أن كل ما يتعلق بهذه الرابطة ما هي مكتملة. لجنة الحكام تبع الاتحاد السعودي، لجنة الانضباط تبع الاتحاد السعودي ما هي تبع الرابطة. لحظة شوي، ما في استقلالية كاملة. حتى لجنة الانضباط، حتى جدول الدوري يا ابو نواف، جدول الدوري بدايته اللي وضعتها لجنة المسابقات، لا لجنة المسابقات، لجنة الانضباط واللجان القضائية كلها لا هي تابعة للاتحاد ولا تابعة الرابطة، هي مستقلة. هذا واحد. اثنين، هي اللي فقط زي ما تفضلت فيه لجنة التحكيم. الدوري الإنجليزي لجنة الحكام، لا أترك لجنة الإنجليزي، أنا أتكلم عن الواقع. طيب أنا أتكلم كدوري محترفين، أنا من أول المطالبين كان بتكون لجنة المسابقات والحكام داخل الرابطة، وتكون رابطة يعني في مستوى أنها تكون رابطة يعني. طيب. من ذلك الآن يعني الآن هنا يعني ظهرت الأندية لتطالب بما ترى أنها حقوقها، وهي يعني محقة في ذلك طالما أنها ترى أن هذه حقوقها. الاتحاد أصلا في البداية ما كان أصلا من المفروض أن يسمح يعني لإدارة المنتخبات أنها تستدعي الخمسة في بداية المعسكر. كان بإمكان الخمسة اللاعبين المنضمين من الاتحاد أن يلعبوا في الجولة القريبة اللي أصلا ما تأثر على المعسكر يعني إلا يمكن بيوم أو يومين بالكثير. وكان يمكن يكون هذه يعني يلعبوا في النهائيات على طول. لا هم لا أقصد لا النهائيات بدأت قبل يومين. لا قبل النهائيات، لا كان المعسكر الإعدادي 1 أبريل، كان المعسكر الإعدادي وكان فيه الجولة بعد بدل المعسكر، كان مباراة الأهلي والاتحاد. أيوة بالضبط. لا بس كان اعتراضهم على مباراة السوبر. أيوة السوبر. أي السوبر الاتحاد أبو نواف. لا 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 خلني أقول، أنا أتكلم عن البداية. الاتحاد قدم مقترح ان اللاعبين ما عندنا مشكله ينضمون للمنتخب، لكن وقت مباريات السوبر نتمنى انهم يلتحقون بنادي الاتحاد، تخلص المباريات يرجعون. هذه أمنية. هذا مقترح. أي هذه أمنية. او الثاني ان يؤخرون انضمام اللاعبين بعد الفراغ من البطوله بندر. بعد الانتهاء منها. بندر، هذه امنيه تاليه. انا اتكلم عن الامنيه الاولى اللي اصلا كان فيه استدعاء الخمسه اللاعبين المنضمين من طرف الاتحاد لمعسكر للبطولة التي لم تبدأ بعد، لسه في معسكر أبو ظبي. كان يفترض أن هذه لو زي التصرف هذا كان بيعطي حس النوايا بين الطرفين وبين نادي الاتحاد والرابطة، وبالتالي نادي النصر والرابطة، نادي الهلال والرابطة، ونادي الأهلي والرابطة. ولكن مع الأسف أن الرابطة قاعدة تتخبط في قراراتها وتورط نفسها. نعم. يعني وتعقد الأمور أكثر، لذلك وتستحق كل ما. طيب نسمع من الباقيين. بس من الموسم المقبل ما حتقدر توقف أي نادي عن طلب التأجيل. خلاص. لا بس ذكروا أمس في الرابطة وضحوا أن الموسم القادم احتمال يكون في تعديلات أو تغييرات. طيب. حسب المسابقات والبطولات. طيب نقطة بسيطة، ترى هي طلب التأجيل ورفض. الآن اللي أجلت الرابطة وليس الهلال. يعني تم التأجيل دون طلب. وهنا تختلف. طيب أبو عبد العزيز، كيف تعلق على هذه البيانات، بيانات اليوم تحديدا الاتحاد والنصر؟ احنا سبق انا اتذكر كتبت من كذا موسم البيانات لا تجل البطولات، هذه واحدة. كل فريق وقلنا امس كل يغني على ليل كل ينظر لمصلحته، مصلحته فقط، مو مصلحة الدوري والاشياء كذا. وكل فريق يقدر يضرب مثال انه الفريق هذا أجلت للمباراة هذه بسبب غير واضح، وأن الفريق هذا أجلت للمباراة هذه بسبب غير واضح. الرابطة وضعت نفسها في حرج من يوم غيرت الجدول في شعبان. لما غيرت الجدول أنت حطيت جدولة والكل موافق عليها، رحت أنت غيرتها، تغير نمط المباريات. المباراة اللي المفروض تلعب في الوقت هذا صارت تلعب في الوقت هذا، هنا بدأت الاعتراضات. أنت ما دام غيرت، أنت بنفسك غيرت، معناها أنت فتحت الباب للجميع أن يطالب بتغيير. أنت لو التزمت بالرزنامة اللي أنت حطيتها، بالجدول اللي أنت عرضته، هذا تواريخ المباريات، مباراة الفلانية، أنا ما عندي مشكلة المباراة في نفس الجولة تقدمها يوم أو تأخرها يوم، لأنها في نفس الجولة. نفرض أنه كل جولة تلعب على 3 مباريات، ترجعها يوم تقدمها يوم في نفس الجولة، لكن ما ترحل لي أي مباراة للجولات الثانية فيها، بالذات في الأمتار الأخيرة.
يعني كان بالإمكان مثلا يأخرونها إلى السبت مثلا. أنا ما أتكلم أنت، لا أنت حطيت نفسك في مشكلة من يوم غيرت الجدول بعد ما أعلنت الهلال والخليج فجأة صار هنا، أنت لما غيرت الجدول بعد ما تغير الجدول بدأ الهلال يطالب بتأجيل مباراة الأهلي ترى من بداية رمضان، والهلال طالب تأجيل مباراة الأهلي. لما أنت انحرجت الأهلي أوضحنا موقفه، قال أنا ما عندي مانع أن تأجل يوم. أي ويمكن أمس شفنا البيان الصحفي اللي صدر عن النصر يقول لك لا ما تتأجل يوم، تلعب يوم الجمعة زي ما صار لي أنا في مباراتي مع 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 الاتفاق أنها 48 ساعة. ترى الكلام كان كذا أمس. مع أنه نفسه أثيرة اللغط، أنت اللي سويت اللغط نفسك. أنت سويت اللغط نفسك، أنت انحرجت في الرزنامة، وحتشوف لسه يعني أقول لك شيء يعني هيكون إنقاذ ل ل ل للرابطة والجدولات المسابقات لو العين طلع الهلال، لأنه لو الهلال تأهل المباراة النهائية حيصير لخبطة في مباريات متداخلة كثير. مستحيل الهلال يلعب مع الأهلي يوم 6 مايو ويلعب مع الحزم 9 مايو ويلعب النهاية 11 مايو في اليابان أو كوريا، مستحيل. ونفس الشيء في العودة إذا صارت 25 مايو في مباراة 23 مايو في مباراة 27 مايو و25 مايو في مباراة نهائية، وحتصير مشكلة أكثر لو الهلال تأهل لنهائي الكأس، وين حط المباريات؟ أنت أحرجت نفسك بأنك ما رتبت برنامجك الزمن من البداية. والسبب السوبر أنك أجلت من البداية. أنا ما عندي وقت، باقي عندي أربع دقائق بين عبد الله وعايد. تفضل عبد الله. أنا أشوف أنه في حوسة. أبو نواف ذكر قبل شوي يقول السوبر. الآن هل في تنسيق بين الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم في وضع الرزنامة وفي ترتيبها وفي أمورها؟ من اللي ينفذ المن؟ من أقوى من من؟ الرابطة أقوى من الأندية والأندية أقوى من الرابطة؟ اليوم في حديث كثير جدا، لازلنا فيها المتاهات وفيها الحوسة، وفي احنا قاعدين نتحدث انه الاندية يجب ان تتطور والرابطة تحتاج انها تتطور بغض النظر. يعني انا اعتقد انه هذا التأجيل ضر الهلال اكثر. انا كنت ارى انه مطالبات الهلال بالتأجيل اعتقد ان عندها نقص ادارة الهلال في مسألة حماية نفسها من الضغط، لانه لو لعب الان مع التأجيل هذا لو فاز الهلال على العين وتأهل للنهائي بيصير عنده ضغط أقوى. أي الآن في إلى 6 مايو جدول الهلال واضح، بيلعب مع الأهلي بعد الأهلي عنده نهائيين، يروح يلعب كوريا واليابان ويرجع يقابل النصر، عنده 3 مباريات في الدوري، يلعب في الإياب حق النهائي، تبقى مباراة الوحدة هذه ما أدري متى بيحطونها، متى بيلعبون الطائي قبل الطائي، بس الوحده النهائيه هذه ما ادري متى بيحطونها، ولازم المنافسات تنتهي في تاريخ 27 ونهائي الكاس لو تاهل. هذا مضر للهلال ومضر حتى لمنافساتك. اليوم يجب ان تكون الرابطه زي ما قال ابو نواف تحافظ على المنتج الفني رقم واحد، اذا تطور المنتج الفني التسويق والامور هذه كلها راح تجي. يعني اصبحت في مأزق جدا. طيب عايد أنا تقول في هذا الموضوع؟ أنا والله شوف، أنا يمكن أغلب البيانات كان مكتوب فيها لعدالة المنافسة، يعني مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة. وش هو مبدأ تكافؤ الفرص؟ مبدأ تكافؤ الفرص أن يخلي الهلال يتساوى مع النصر، يتساوى مع الأهلي، مع الاتحاد، أعطيهم الفترة الكافية أنهم يستعيدون راحتهم. ما هو شغلي أن الهلال ينافس على أكثر من بطولة، يجب ان اجعل الهلال متساوي مع الانديه هذه. يعني جميع اغلب الانديه، مش حكى مع الاتحاد والنصر والاهلي فقط، صحيح جميع انديه الدوري. انا يعني ذكرتهم كمثال، لكن يجب عداله المنافسه، يجب ان يعرفون الانديه التي اخرجت بيانات، يجب ان يعلمون ان عداله المنافسه ان يساوي الهلال بالنصر بغيره من كل انديه الدوري. ما هو من عداله المنافسه اني اضغط الهلال ثم اضغط الهلال ثم اضغط الهلال من اجل ان ياتي الهلال مرهق فيخسر في الدوري ويخسر في آسيا ويخسر. هذه مو من عدالة منافسة، بالعكس الهلال ضخ عليه مبالغ عالية جدا، لديه عمل إداري كبير جدا. الهلال يستحق الدعم أصلا. الهلال مشرفنا خارجيا، ثاني العالم. الدوري الإنجليزي بيلعبوا فيه 5 بطولات
وما يشتكوا من الضغط ولا يقولوا العدالة لأنه في عدالة ناجحة لأنه في رزنامة ثابتة الجميع رزنامة ثابتة ولا يكون في تأجيل صراحة لما تحط الجدول من أول يوم تقول إذا النصر تأهل للمباراة هذه المباراة هذه حتروح كذا إذا الهلال أنت مفروض هذه تكون مفكر دكتور شوف طالما أنت وافقت أنا قلت قبل لما تناقشنا بداية رمضان قلت كأنك تقول فلها وربك يحلها هذا ما ينفع بس دكتور ما ينفع انك بداية الموسم في لحظتها انت بداية الموسم اذا وافقت على كل الشروط وانك حتنضغط ووافقت على الامور كذا حتشارك في 5 بطولات هذا قرارك ما تجي تقول لي انا حطيتني في ضغط إلا لا بس انت طيب انا موافق هذا بس اللي انت تغير يا يحدث عبد الغني انت قاعد تغير في الكلام هو اللي قاعد شاهدنا الهلال في مباراة العين كان مرهق جدا وهذا دليل ان الهلال مضغوط اللاعبين خارجين ذهنيا بشكل كامل جدا وهذا دليل انه ترى كل ما تلعب مباريات والكابتن مدرب ويعرف كل ما تلعب مباريات اكثر انت تنضغط اكثر ذهنيا تنضغط اكثر للاسف انه لم نشاهد يعني هناك دعم يعني من الانديه الهلال يجب ان تدعم الانديه الهلال نادي سعودي نادي يمثلنا ويمثلنا بكل فخر ويعطيكم العافيه الله يعطيكم العافيه جميعا لو مددنا شوي زي ما قال ابو نواف بنستعرض بيانات بقيه الانديه بقيه الانديه بنقعد نقرا بيان ورا بيان ما راح ننتهي من هذا الجدل الحاصل لكن اتفقنا انه كلهم بينضغطون الله يعطيكم العافيه شكرا لكم جميعا شكرا لحضوركم شكرا لارائكم شكرا لكم متابعينا غدا ان شاء الله موعد جديد من الديوانيه تقبل كل التحايا من كل الزملاء في فريق العمل تصبحون على خير